السلام عليكم. ليه بعد ما ببقى في الجيم هلق وجامد والبمب شغال والعضلات بتاعتي منفوخة، بروح البيت ببص الاقي كل دوت راح كأني ما عملتش حاجة؟ ركز بقى في الكلمتين اللي قالهم لك دول، والمعلومة دي بفضل الله غالية جدا، ان شاء الله باذن الله تستفادوا منها. ايه السر في كده؟ ناس كتير جدا، معظم الناس اصلا بتشتكي من موضوع اللي انا ببقى جوه الجيم حاجة وبره الجيم حاجة تانية. ونفس الكلام برضو الناس اللي بتبطل اسبوع 10 ايام اي ظرف، لاي ظرف بيحصل لها بتلاقي نفسها كانها ما عملتش حاجه، كل جسمها بيقع وعضلاتها كلها بتنكمش وبتفش. ليه؟ صل على النبي الاول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الكارديو، السر هو الكارديو. انا لما بلعب كارديو احافظ على الضخامه العضليه بتاعتي. ايه احافظ على الضخامه العضليه؟ الكارديو، تريد ميل والسلم والجنبات والحاجات اللي فيها حركه تحافظ على الضخامه العضليه طبعا. طب نشرح بالراحه واحده واحده. مثلا واحد وزنه 70 كيلو، الرئه بتاعته بتوزع اكسجين لعضلاته على 70 كيلو. طيب الراجل ده وزنه زاد بقى 100 كيلو، بقى 90 كيلو، فبيخش يتمرن وجسمه بيشد والبمب الدنيا تمام زي الفل. الحق بقى صورنا عشان لما بروح ما بلاقيش حاجه. صح، بيحصل اكيد، معظم الناس بتعاني من ده. الرئه مش قادره تتعامل مع العضلات اللي كبرت والوزن اللي زاد، هي اصلا لسه بكفاءتها القديمه بتاعت ال 70 كيلو، فمحتاجه حاجه ترفع من كفاءتها، اللي هي ايه؟ الكارديو، التمارين القلبيه بترفع من كفاءه جهاز الرئه عندك. فبالتالي لما جهاز الرئه عندك كفاءته بتزيد هيمد العضلات باكسجين اكتر، فبالتالي بيحافظ على الضخامه العضليه. وصلت دي بكل بساطه. طيب انا حد اصلا هارد جينر، انا اصلا نسبه الدهون في جسمي قليله جدا، وانا اعرف ان الكارديو اصلا بيخسس وخايف للعضل ينزل. بص عشان اشرح لك القصه دي، ده ممكن في فيديو تاني، لان كل واحد ليه حسبه معينه يتمرن ازاي ويلعب كارديو ازاي ويفصلوا عن التمرين ولا لا، ووقت ايه وقد ايه، دي قصه تانية كبيره. ولكن لو انت حد هارد جينر، حد رفيع، حد ما عندوش دهون، حد لسه بادئ جيم، انت محتاج اكسجين لعضلاتك، فبالتالي محتاج كارديو، فبالتالي محتاج تتمرن كارديو. ولكن اتمرن كارديو ازاي؟ هو ده بقى السؤال المهم. هتتمرن كارديو عالي الشده اللي هو الهيت كارديو. ايه بقى الهيت كارديو؟ اللي انا اجي بعد ما اخلص تمرين الحديد بتاعي هلعب من 10 دقايق لربع ساعة مثلا على التريد ميل، هاخد دقيقة سبرنت ودقيقتين مشي سريع اللي هو الهرولة زي ما بيقولوا كده، دقيقة سبرنت ودقيقتين مشي سريع، دقيقة سبرنت ودقيقتين مشي سريع. لو انت لسه بادئ ونفسك قصير ابدأ بست دقايق سبع دقايق لحد اما توصل 10 15 دقيقة، ده كده زي الفل، ده هيحافظ لك على الضخامة العضلية بتاعتك. سواء انت بادئ، سواء انت بقالك سنين بتلعب ومش عارف الموضوع دوت، وكل ما بتخلص تمرين تلاقي نفسك فشيت وضخامتك العضليه بعد اسبوع 10 ايام لاي ظرف من الظروف مثلا بطلت، تلاقي نفسك اكنك مش عامل حاجه خالص، فده بسبب ان رئتك مش قادره تمد اكسجين كفايه لحجمك او لوزنك. دي كانت كل حاجه النهارده، اتمنى كل الفيديو عجبكم. السلام عليكم.